إخوان المشاهدين متتبعي قناة مناظر بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان غتشوفوا معنا في هذا المقطع ولله الحمد والشكر تساقطات مطرية غزيرة شهدتها مدينة الرباط في هذه اليومين الأخيرين، وكذلك اليوم يوم السبت 30 مارس 2024. أمطار ولله الحمد، أمطار غزيرة شهدتها مدينة الرباط والنواحي. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. تحية للجميع، تحية للجميع متتبع قناة مناظر بلادي. الإخوان الآن كنتواجد في حي العكاري، في حي العكاري كما كتشوفوا معنا الخط الثاني للترامواي، راه كنحدو هنا السبيطار مولاي يوسف، ولكن راه كملوا حتى محطة القامرة قديما حي القامرة. المهم السمية ديال الحي راه تبقى هي حي القامرة. والحمد لله وشكر لله الإخوان، غير باش تشاهدوا معنا التساقطات المطرية، والحمد لله وشكر لله. أمطار غزيرة شهدتها مدينة الرباط، والحمد لله وشكر لله. كان صباح الجو شوية كان فيه الريح، رياح قوية، ولكن تبعتها أمطار غزيرة الإخوان، أمطار قوية وأمطار غزيرة، والحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. يلا يعمروا السدود وإن شاء الله تنتعش الفرشة المائية، تنتعش الفلاحة الصيفية، الحمد لله والشكر لله. يبقوا الناس غير الماء صالح للشرب، يبقوا الناس الماء ما يشربوا، اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد. إخوان هذا الشارع هذا كيخرجكم في حي أقدال، في شارع الحسن الثاني. اللهم لك الحمد ولك الشكر. إخوة المشاهدين شوفوا معنا الأجواء، باقى الرياح، باقى التساقطات المطرية، والحمد لله إلى يوم الأحد إن شاء الله على حسب الأرصاد الجوية المغربية، باش الأمطار إن شاء الله غتبقى حتى اليوم الأحد 31 مارس 2024. اللهم لك الحمد والشكر. إخوة المشاهدين غادي نشدو هاد الطريق، هادي هذا شارع النصر الإخوان، شارع النصر لمدينة الرباط. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. سبحان الله العظيم، في هذا الشهر، في هذا الشهر ثلاثة هذا رجعت الأجواء بحال الوقت ديال فصل الشتاء، والوقت ديال كما تنقول احنا الوقت ديال الليالي ديال الشتاء، اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله.
اللهم لك الحمد. أجواء ماطرة والحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. إخوان التساقطات المطرية في هذا اليوم بدأت حوالي الساعة 9 صباحا، وإلى حدود الساعة الإخوان والساعة الآن تشير إلى الواحدة زوالا، يعني من ذاك الوقت الإخوان أمطار الحمد لله ما حبساش الإخوان الأمطار. التساقطات المطرية من ذيك الساعة إلى حد الساعة. اللهم لك الحمد ولك الشكر، نحمدك يا ربي ونشكرك على فضلك وإحسانك. إخوان هذا منطقة ديال شارع محمد الخامس، وهذا اللي على اليسار ديالنا الإخوان متحف محمد الثالث. إخوان هاد البناية اللي على اليمين ديالنا هو صندوق الإيداع والتدبير، هاد اللي من الفيروج لهيه. هي هاديك البناية العالية اللي حدا هاديك اللوحة ديال الإشهار. وهذا الإخوان هنا يا مرشد النوار. هذا هو صندوق الإيداع والتدبير، وهذا اللي على اليمين ديالنا. هذا الإخوان شارع النابة اللي احنا غاديين فيه. في اتجاه برج محمد السادس وكذلك في اتجاه مدينة سالة. هذا
هذه مجلس مقاطعات حسان، هذه اللي على اليمين ديالنا. الناس مساكن ديال النظافه مكرفسين شويه في هذه الامطار، هذه الله يعاونهم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله والشكر لله. شوفوا المياه الاخوان، شوفوا السيارات كيفاش غاديين في المياه. تحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، وما تنساوش تدعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، ما تنساوش الاعجاب بالقناة، ما تنساوش مشاركة القناة فضلا وليس امرا. تحية لكم جميعا اينما كنتم، وخليكم دائما متتبعين اوفياء لقناة مناظر بلادي. اللهم لك الحمد ولك الشكر. كما كتشوفوا معنا الاخوان اصحاب النظافه مساكن مكرفسين في الطريق هذه، في هذه الاجواء ديال الامطار الغزيره. الله يعاونهم، الله يكون في العون ديالهم، الله يكون في العون ديالهم الاخوان، الله يكون في العون ديالهم. اخوان هذا هو برج محمد السادس على نهر ابي رقراق. كتشوفوا معنا الاخوان امطار غزيره جدا. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الاخوان السائقين ردوا البال شويه، راه كتكون الانزلاقات في الاوقات ديال الشتاء، وكيكون الجاج مضبب ديال بعض السيارات ما كتبانش لهم، الرؤيه غير واضحه. مشاو بشويه الاخوان، سيروا بشويه، لا داعي للسرعة، لأنه كيكون الناس على جنبات الطريق ودراجات، باش ما ترشوش عليهم الماء، باش ما يتلحش عليهم الماء. نتمنى لكم طريق السلامة. الطريق الاخوان ديال عين الحواله اتجاه مدينه سالا، التي بدورها كذلك الاخوان كتشهد امطار غزيره، والحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين.
اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. أرويها يا كريم. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. هناك تراموايا الإخوان اتجاه القرية ديال مدينة سلا قرية ولاد موسى، كذلك اتجاه مستشفى مولاي عبد الله في مدينة سلا. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. إخوان، هذه المحكمة الابتدائية في مدينة سلا على اليمين ديالنا، وهذه الإخوان ولاية الأمن في مدينة سلا، وهنا الإخوان على اليمين كذلك عمالة ديال سلا، عمالة مدينة سلا. إخوان، نكتفي بهذا القدر. تحية لكم جميعا أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لتذكير الإخوان، هذا الشارع عبد الكريم الخطابي في حي السلام بمدينة سلا. إلى اللقاء، السلام عليكم.